العملية العسكرية في دير الزور ضد تنظيم داعش الإرهابي ما تزال مستمرة، ويوما بعد يوم يحقق الجيش العربي السوري تقدما جديدا ضد الإرهابيين. في منطقة المقابر نفذت وحدات الجيش عملية عسكرية سيطرت بنتيجتها على عدد من التلال الحاكمة، ما أدى إلى قطع طرق إمداد إرهابي تنظيم داعش من جبل الثردة ومن اتجاه مخيم الدفاع. سلاح الجو لم يكن بعيدا عن المشهد الميداني في دير الزور، فقد نفذ ضربات مركزة على مواقع وتحركات إرهابي التنظيم في تلة الخنزير منطقة المعامل مفرق جبل الثردة، ما أدى إلى تكبيدهم خسائر كبيرة من بينها تدمير عربة مفخخة على جسر السياسية. في ريف حمص الشرقي كثف الجيش العربي السوري عملياته في ملاحقة إرهابي داعش على اتجاه حقل المهر النفطي وقرية البيضة الشرقية ومعمل حيان للغاز بالريف الشمالي الغربي لمدينة تدمر، ما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من الإرهابيين وتدمير آليات متنوعة لهم في التلال المحيطة بالحقل. العمليات البرية للجيش والقوات الرديفة تزامنت مع غارات جوية للطيران الحربي على ارتال آليات وتجمعات لتنظيم داعش الإرهابي في أماكن متفرقة من منطقة آبار النفط والغاز بريف تدمر الشمالي الغربي، سقط خلالها العديد من القتلى بين صفوف إرهابي التنظيم، كما طالت الغارات أيضا خطوط أمداد التنظيم الإرهابي على اتجاه قرية عقيربات بريف سلمية الشرقية، وأسفرت عن تدمير العديد من الآليات المزودة برشاشات.